حق التقينا بردل ما شاء الله يبدأنا دائما بالمعلومات القيمة. عبد الله الشريد أبو منصور، تفضل أبو منصور. أول شيء الله يحييكم قناة إبداع القصيم، أهلا وسهلا بكم في هذا اليوم المبارك. ونحن اليوم في معرض جمعية العقيلات للموروث الشعبي المصاحب لمعرض المهرجان الكبير الذي تقيمه إمارة المنطقة في هذا المكان، وهو معرض مهرجان العقيلات بالمنطقة. ويسرني في هذا العجالة أن أقدم يعني نبذة بسيطة عن آبائنا وأجدادنا العقيلات الذين يعني مثلونا خير تمثيل في يعني أهالي المنطقة عموما، وأهالي بريدة بصفة خاصة مثلونا في الكويت ثم العراق ثم الشام ثم فلسطين ثم مصر، وفي العودة إلى يعني يعودون عبر الأردن وتبوك ثم التيمة ثم حائل ثم بريدة. هذه مسار واحد ويعني واحد من المسارات التي كانوا يسيرون من خلال يعني عبر مسيرة العقيلات. أباءنا وأجدادنا خلال تلك الفترة الحقيقة يعني كانوا من يعني في كل مكان يحلون فيه، يعني يكون فيه التجارة، يكون فيه الناس الذين يبدعون في كل مجال الحقيقة، يعني ما أستطيع أن أعبر عن يعني كامل المسارات التي يعني يسيرون عليها من وإبداعاتهم في الأمانة وفي الصدق وفي الدين وتعليمهم للناس هناك، وحيثما يحلوا تحل الأمانة والبركة، وهم يقومون بأعمالهم التجارية من خلال نقلهم البضائع والإبل وجميع أنواع الإبل والبضائع من زل وأشياء ثانية يقومون بالتجارة فيها وينقلونها بالأخير إلى القصيم. وأنا كنت في زيارة لبعض الأخوان فسألوني عن سبب تسمية العقيلات بهذا الاسم، فقلت لهم أن سبب تسمية العقيلات بهذا الاسم أنهم كانوا يعقلون البعير والجمال بالعقال، والشيء الثاني أنهم كانوا يذهبون من بريدة إلى العراق ثم يعودون وهم يلبسون العقال، فمن أجل ذلك يسمون بالعقيلات ببريدة. ويعني الحقيقة هم شرفونا وأعطونا يعني تاريخ وخلفوا لنا تاريخ يعني إبداع في كل مجال. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم واجعلهم في عليين إن شاء الله. طيب طال عمرك ما مر عليك مواقف عن العقيلات عن برحلاتهم؟ الوالد الله يغفر له ويتغمد برحمته كان يعني يقول لما نمر على مثلا من الكويت على البصرة على الزبير على بغداد كان يمر علينا أحداث يعني كبيرة وقوية، ولكن يعني حنا طبعا أقوياء ونشطاء ولا يعني ولا يهمنا أي يعني، وإلا كنا نتعرض لمشاكل، ولكن بحكمة العقيلات ورجولتهم وأخلاقهم العالية كانوا يستطيعون حل تلك المشكلات والتعايش مع الناس في كل ما يعني يحل هذه المشاكل، وتعرضوا في رحلاتهم إلى كثير من المشاكل، ومنهم الحمد لله من رجع وقد يعني أثرى من وجوده يعني في تلك الدول. ومنهم يعني إذا كان يعني تسمح لي يعني ممكن أعطي لك قصة الوالد
راشد جدي لأمي راشد عبد الرحمن الشريدة، كان خرج من بريدة وسكن في فلسطين دفعة واحدة، لم يأتي إلا بعد 13 سنة من وكان يعني فتح مصرف في القدس واشتغل هناك، ويعني الحمد لله في كل أمانة وكل يعني جد واجتهاد الحمد لله، وأتى وقد استفاد أموال كثيرة، جاء إلى القصيم وأسس وأنشأ تجارة الحمد لله، وعمل بكل جد وإخلاص الله يغفر له. عائلة الشريدة له موقف الحقيقة جميل لا ينساه التاريخ ولا ينسونه في بريدة. سنة الجوع في بريدة كان لهم موقف يعني عمومك أظنهم، نعم. يعني كان تعرف موقفهم، كانوا من تجار التمور، نعم. وحقيقة عملوا موقف مع أهل بريدة سنة الجوع. عطنا الموقف هذا الأكثر. هذا الحقيقة يعني الأعمام طبعا الجد الأول اسمه عبد الرحمن الشريدة، عبد الرحمن العبد العزيز سليمان أو سليمان العبد العزيز، هذا الجد أتى من جلاجل وسكن بريدة وأنشأ تجارة كبيرة من المزارع غرب بريدة وشرق بريدة، واشتغل في التجارة وأنشأ هذه المزارع، ومنهم وله من الأبناء 14 ولد، كبيرهم محمد ثم كبيرهم فهد ثم محمد ثم منصور ويحيى وإبراهيم وبقية الأعمام الله يرحمهم. ولهم قصة يعني وقعت سنة الجوع عام 1327، هذه الحادثة تسمى سنة الجوع. سنة الجوع بدأ يعني الأهالي يسقطون في الشوارع من الجوع موتى، ولما رأى الأباء الأعمام والأجداد هذه المأساة الكبيرة أخرجوا كل ما عندهم من الصوب. الصوب هذه عبارة عن غرف كبيرة مليئة بالتمور، وقالوا للشباب الموجودين اللي حواليهم، قالوا تعالوا ساعدونا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الناس الموجودين الساقطين في الشوارع من شدة الجوع. فكانوا يعني عندهم قدور كبيرة يملؤونها بالتمر وقدور أخرى يملؤونها بالماء، ويمرسون التمر بالماء ثم يفتحون فم الرجل الساقط في الشارع، والوالد الله يغفر له يقول يقرقرون بحلق الرجل حتى يفتح عيونه وتسري في عروقه الحياة، ثم يقولون قم ساعدنا ننقذ بقية الناس. وبالتالي صارت هذه الحقيقة يعني تاريخ الحمد لله نفتخر فيه في أسرة الشريدة، وتنطبق عليه هذه الآية التي في القرآن الكريم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الحقيقة يعني القصة الواقعية التي حدثت عام 1327 يعني لا تحتاج إلى تفسير، بل هي تفسر نفسها. هذه الأشياء التي هذه الحادثة يعني يذكرها البعيد للقريب والقريب للبعيد، ونحن في أسرة الشريدة إن شاء الله يعني نحاول أن نكون امتداد لآبائنا وأجدادنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. آمين. جزاك الله خير على موقفهم الجميل الذي الحقيقة لا ينسونه بريدة، وأجرهم عظيم عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. وهم يريدون الأجر والثواب، نعم. لا يريدون يعني أي شيء، ولا أرادوا يعني بعد ما يعني أنقذوا أمم من الناس الموجودين اللي ساقطين في الشوارع، أنقذوهم فعلا يعني، ولا يعني بعد ما قاموا قالوا عطونا فلوس ولا عطونا، لا، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. وهذا سوف يجدوه إن شاء الله أفضل من الفلوس وأفضل. لما جاء أبوهم من برا
ودخل الصوب هذه الغرف الكبيرة التي كانت ملأة بالتمور، دخل وقال لا إله إلا الله يا عيالي وين التمر؟ قالوا عياله بعناه. قال من بعتوه عليه؟ قالوا بعناه على الله. فلما قال بعناه على الله قال الأب ربحت البيعة، وهذا إن شاء الله إنهم سيربحون في جنات النعيم بإذن الله.